عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني. اليوم سنقوم باستكمال مادتنا من الوحدة الثامنة Unit 8. So open your box page number 102. Open your box page number 102. افتح كتابك صفحة 102. Listen 5. Listen 5. Sounds and letters. Sounds and letters. اليوم سنقوم بأخذ صوت جديد وهو صوت الـ I. وهو صوت الـ I. فلنبدأ. Listen and say. Complete. هنا سوف نأخذ الصوت الجديد وهو صوت الـ I. مثل white. White. أبيض. White. أبيض. هنا فلنلاحظ كما قلنا في السابق فإن إذا جاء حرف العلة إي في نهاية الكلمة يكتب ولا يلفظ. كلمة ثانية، إذن white أبيض. White أبيض. قم بكتابة كلمة أبيض عند كلمة white. White أبيض. Mice فئران. Mice فئران. مايس فئران. اكتب عند كلمة مايس فئران. مايس فئران. The last one is rice. Rice أرز. Rice أرز. Rice أرز. إذا كما لاحظنا بأن في كلمة white مايس rice انتهت بحرف العلة إي، وإذا جاء حرف العلة إي في نهاية الكلمة يكتب ولا يلفظ. إذا اليوم أخذنا صوت الـ I كما هي موجود في كلمة white, mice, rice. إذن white أبيض، mice فئران، rice أرز. كما هنا نشاهد الصوت I. الصوت I. والآن سوف ننتقل إلى التمرين الثاني. Exercise number 2. Circle the words with I as in kite. Then listen and say the chant. هنا سنقوم بوضع دائرة على الكلمة الذي يوجد فيها الصوت I. الصوت I. فلنبدأ. We like ice cream and rice. Say the hungry little mice. But we don't like limes. They are not very nice. سأقوم بقراءتها مرة أخرى. انتبه جيدا واستمع إلى الصوت I. We like ice cream and rice. Say the hungry little mice. But we don't like limes. They're not very nice. هنا سنقوم بوضع دائرة على الكلمة الذي يوجد فيها الصوت I. فلنبدأ. We like ice, rice. السطر الثاني. Mice. السطر الثالث. Like, limes. Limes هنا معناها حامض ليمون. Limes معناها حامض ليمون. The last line. Nice. Nice. إذن ice. Rice. السطر الثاني. Mice. السطر الثالث. Like. Limes. السطر الرابع والأخير. Nice. إذن قم بوضع دائرة على الكلمة الذي يوجد فيها الصوت I. الصوت I. والآن سوف ننتقل إلى التمرين الثالث. Exercise number 3. Circle the words with I as in white. Then listen, check and repeat. هنا سنقوم بوضع دائرة على الكلمة الذي يوجد فيها الصوت
I. فلنبدأ. Slide, swim, listen, write, lime, bike, skirt, 50, ice, kite. والآن سأقوم بقراءتها ثم وضع دائرة على الكلمة الذي يوجد فيها الصوت I. فلنبدأ. Slide, write, lime, bike, ice, kite. إذن قم بوضع دائرة على كلمة write, lime, bike, ice, kite. هذه الكلمات تحتوي على الصوت I. تحتوي على الصوت I. أما كلمة swim, skirt, listen, 50. نعم هو يوجد فيهم الحرف I ولكن لا يلفظ I. swim, listen, skirt, 50. أما كلمة slide, bike, write, ice, lime, kite تم لفظ حرف الـ I. I. والآن سوف ننتقل إلى الصندوق الأصفر الموجود في نهاية صفحة 102. Learning opposites can improve your vocabulary and writing. Here are some examples of opposites. هنا سوف نتعلم المزيد من الكلمات المعاكسة أو العكوس، يعني كلمة وعكسها. Black أسود، عكسها white أبيض. إذن black أسود، white أبيض. Long طويل، short قصير. Good جيد، bad سيء. إذن black أسود، white أبيض، long طويل، short قصير، good جيد، bad سيء. Can you write the opposite of these words؟ هل تستطيع كتابة عكس هذه الكلمات؟ happy سعيد، عكسها sad حزين. happy سعيد، sad حزين. hot حار، hot حار. cold بارد، cold بارد. fat سمين، fat سمين. thin نحيف، thin نحيف. إذن قم بكتابة الكلمة وعكسها: happy سعيد، sad حزين، hot حار، cold بارد، fat سمين، thin نحيف. اكتبهم بخط مرتب. إذن اليوم قمنا بأخذ الصوت I، الصوت I كما هو موجود في كلمة white أبيض، mice فئران، rice أرز، rice أرز. وعليك أيضا أن تقوم بنسخ الفقرة الموجودة في exercise number 2. إذن عليك نسخ الفقرة الموجودة في التمرين الثاني في صفحة 102. إذن عليك نسخ الفقرة الموجودة في التمرين الثاني من صفحة 102. انسخهم على دفتر النسخ بخط مرتب والتزم بالأسطر عند كتابة الأحرف.